تعرفني اسأل عنا أنا بكبر البطولات لك ما وحدة مني تكفي وقع أضخم الآلات اللي واجهني لو ما مات أترك في أخطر علامات فوزي على الدوام بختم كل النزالات ما بذوق طعم الهزيمة عندي إرادة وعزيمة طبعا لجميع الخصوم النهاية بتكون حزينة أتأكد إني حصير الأول بعالمي بدون أي قوة قدرت أنال إعجاب بطل عالمي فتسأل أما بالقمة مكاني بكمل نزالي بدني مبالي بقوتي شرير اللي يجي أمامي والفز جدا عادي مستواي دايم بتقدم ما بتعرض للنزول الخسارة أمر محتم فجأة بلاقي الحلول ومن الطبيعي إني أرسم على وجوه الناس الذهول لأني بكل بساطة بحقق الغير معقول لو يتمادى الشرير معاي أمزح في الأرضية وما بتلاقي أحد مثلي لو طفت الكرة الأرضية لا يمكن إبعادي عن أهدافي حاولوا إحباطي وما قدروا إسقاطي ولو تعبت بيوم بلقى خلفي رفاقي ولو اختفى الجميع بضل وحدي باقي مستواي مختلف بهاجم عدوي لو بطل محترف وعيد الأمال عرف بالمستقبل والفكرة اتقبل ميدوريا للعالم هو رمز السلام شوفني لطيف لكن بظهر قوة رهيبة عدوي ضخم ومخيف بركلة بدا خف الريش ومهتم بآراء الناس ومكترف بي تعليق وصح ما عندي جنح لكن قادر على التحليق شكلنا فريق كل شخص الآخر صديق الاحتراف والعالمية نشيد لنفسنا طريق ومش ضروري أعمل كل إشي بإيدي مدام تدروك بظهري صاحب النصف الجليدي كل اللي بالساحة ارتعب لما شافوا جنبه اللهب يهزب عشرات الخصوم وما يظهر أي ذرة تعب لو تدخل قتال معاك انك بتدخل للجحيم الكل يفكروا نفسية لكن عنده ماضي حزين طبعا ما لازم انسى اسطورة التفجير لو اخطبت حسابك عسير يهاجم بدون تحذير وكل شي بالمعركة حوله يتعرض للتدمير وما يعرف الاستسلام حتى لو كان هو اسير كلنا مميزين الابطال اتدخل المدرسة يا ما حاولوا قفنا لكن اي عدوي ندعسه بعد ما خلص من خصمي يلزموا انعاش ما في احد طلع عايش بعد ما سمع مني سماش بعدي عن أهدافي حاولوا إحباطي وما قدروا إسقاطي ولو تعبت بيوم بلقى خلفي رفاقي ولو اختفى الجميع بضل وحدي باقي مستواي مختلف بهاجم عدوي لو بطل محترف وعيد الأمال عرف بالمستقبل والفكرة اتقبل ميدوريا للعالم هو رمز السلام